أهلا بكم في مال وأعمال، أنا دينا سالم. ضيف اليوم محمد البهية، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات، وسنتحدث عن خطة الدولة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات. لكن نتوقف بداية مع أهم الأخبار. وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بصرف مكافأة استثنائية لجميع الرائدات والمثقفات المجتمعيات بقيمة 1800 جنيه، وذلك تقديرا لجهودهم مع الوزارة في التوعية بجميع القضايا المجتمعية. وستبدأ الوزارة يوم الأربعاء صرف المكافأة من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، علما بأن الصرف سيكون بشكل شهري منتظم بعد حصول الرائدات على بطاقة ميزة من مكاتب البريد، وستتحمل الوزارة قيمة استخراج تلك البطاقات. بحثت وزيرة التجارة والصناعة مع رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. وأكدت نيفين جامع سعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، بما يسهم في تعميق الصناعة. وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات سامكو مصر لتعميق صناعة ماكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية داخل مصر. وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية، مشيدا بخبرات سامكو مصر في مجال تنفيذ المشروعات القومية. أقرت وزارة النفط العراقية خطة استثمارية كبرى لشركة غاز البصرة تتضمن استثمار 3 مليارات دولار على مدى 5 سنوات لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز. وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن الخطة تستهدف زيادة إنتاج الشركة من الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة 40%. وبحسب الوزير يستهدف العراق من هذه الاستثمارات الوصول إلى إنتاج 400 ألف مليار قدم مكعبة في اليوم. قالت وزارة المالية العمانية إن عجز ميزانية السلطنة بلغ 1,960,000,000 دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهذا مع تهاوي الإيرادات العامة بنسبة 30.5% بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط. وأضافت وزارة المالية العمانية إلى تراجع صافي إيرادات النفط بنسبة 34.2%، بينما هبط الإنفاق العام بنسبة 2.7% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وهذا بسبب جهود احتواء التكاليف في وحدات حكومية شتى. كشفت شركة المراعي السعودية أكبر شركة لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط عن خطة لاستثمار مبلغ يصل إلى 6,600,000,000 ريال للتوسع في قطاع الدواجن، ويمول من إيرادات الشركة. وسينفذ التوسع على عدة مراحل خلال 5 سنوات، تشمل أيضا تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن، وذلك لتحقيق التكامل الرأسي لإمدادات الدواجن. وسيتم التركيز على التوسع بمواقع جغرافية مختلفة بالسعودية لتعزيز الأمن الحيوي للقطاع. وارتفعت اليوم مؤشرات البورصات الخليجية، الكويت صعدت بأكثر من 20% ودبي ارتفعت ب 21% لتغلق عند 2,653 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت 287 مليون درهم. وأغلق سوق أبو ظبي على صعود 13% تقريبا، وأيضا ارتفاعات في بورصتي مسقط والبحرين.
توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي البالغ حجمه تريليونين ومئتي مليار دولار ب10% و12% في 2021 على التوالي، وهذا بزيادة إصدارات الصكوك. كما توقعت ستاندرد اند بورز بلوغ إصدارات الصكوك ما بين 140 و155 مليار دولار خلال العام الجاري بفضل وفرة السيولة واحتياجات التمويل المستمرة للشركات والحكومات. يجتمع ممثلو دول مجموعة السبع في العاصمة البريطانية لندن، وذلك وجها لوجه للمرة الأولى منذ عامين. يضم الاجتماع وزراء خارجية كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إضافة إلى المملكة المتحدة، وسيكون اجتماع لندن أول لقاء يحضره وزراء خارجية مجموعة السبع بشكل شخصي منذ عامين. ومع هذا فقد دعت بريطانيا ممثلين من أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا لحضور بعض الاجتماعات كضيوف. ارتفعت القروض المالية في الصين إلى 302 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة تقدر ب 28% مقارنة بالفترة نفسها من 2020. وقال بنك الصين الشعبي أن القروض المالية الشاملة تشمل القروض المقدمة إلى الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والشركات التي تعمل لحسابها الخاص والمزارعين والطلاب والأشخاص الذين يعيشون في فقر. أعلنت هانداي موتورز عن ارتفاع مبيعاتها من السيارات بأكثر من الضعف في أبريل الماضي مع تعافي الطلب على المركبات الرياضية متعددة الأغراض من تداعيات جائحة كورونا. وأكدت الشركة الكورية الجنوبية بيعها 345 ألف سيارة في أبريل الماضي مقارنة ب 167 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من 2020. وأشارت الشركة إلى ارتفاع المبيعات المحلية ب 21% ليصل إلى 70 ألف، بينما زادت المبيعات الدولية بنحو 3 أضعاف. قفز سعر الإثيريوم فوق مستوى 3000 دولار لأول مرة خلال تعاملات اليوم، ليتضاعف بذلك سعر العملة المشفرة 4 مرات خلال العام الحالي. وتمثل بيتكوين أكبر عملة رقمية حتى الآن نحو 46% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة البالغة 2.3 تريليون دولار، بعد أن كانت تشكل نحو 70% تقريبا في بداية العام. يأتي هذا بينما تصل حصة إيثيريوم من إجمالي سوق العملات المشفرة إلى 15%. والآن نتابع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه. مشاهدينا، نتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعده مال وأعمال. كنوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخفيف إجراءات الإغلاق والخروج من الحجر الصحي بشكل تدريجي
على أن يتم تأخير ساعة حظر التجول إلى 9 مساء، وهذا اعتبارا من 19 مايو الجاري، مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم والمواقع الثقافية وغيرها قبل رفعه تماما بنهاية يونيو. أيضا قررت الحكومة الفرنسية منح قروض ميسرة للشركات لتشجيع الاستثمارات. دائما لتفاصيل أكثر ننتقل لمراسلنا في فرنسا خالد شقير. مساء الخير خالد، ولنعرف منك بداية ما أشكال تنفيذ خطوات تخفيف القيود وإعادة فتح المتاجر وإعادة الحياة باختصار لشكلها الطبيعي. حياتي دينا، كل سنة وانتي طيبة وكل الشعب المصري كله بألف خير. في صباح هذا اليوم بدأت المرحلة الأولى من خطة الرئيس إيمانويل ماكرون الدخول في حيز التنفيذ، وبصفة خاصة العودة إلى المدارس الإعدادية والثانوية وسط إجراءات احترازية والقيام بعمليات أخذ عينات من الترياق الخاص من الفم للطلبة، وذلك لمحاولة تفادي انتشار الوباء هذا. وأيضا تم منع طبقا للخطة أو الأولى أو المرحلة الأولى منع الخروج بالتصريح، يعني ليس هناك حاجة للتصريح الذي كان معروفا إلا بعد الساعة 7، حيث تعيش فرنسا أجواء لحظر التجوال من 7 مساء وحتى 6 صباحا. وأيضا تم رفع إجراءات الإغلاق ما بين المناطق الفرنسية، وهذا جعل هناك حركة دينا في وسائل المواصلات الفرنسية اعتبارا من صباح هذا اليوم، وبصفة خاصة في CNCF شبكة السكك الحديدية الفرنسية التي أعلنت عن فتح موقع لها بأسعار مخفضة إلى جميع المناطق الفرنسية، يتم تحديده ب 39 يورو فقط للفرد الواحد، وتدخل هذا في إطار تسريع أو تشجيع التحرك والسياحة الداخلية نظرا لتوقف تقريبا حركة الطيران. وطبعا أنت تعلمي جيدا أن قطاع السياحة هو من أهم القطاعات التي يعني تم خسارتها في الداخل الفرنسي، وبيحاولوا تعويض هذه الخسارة عن طريق السياحة الداخلية وتشجيعها دينا. نعم، طيب لنتحدث عن المظاهرات التي اندلعت في فرنسا في عدة مدن بالتزامن مع عيد العمال، لنعرف منك أبرز المطالب التي تم الحديث عنها خلال هذه التظاهرات وما رد الفعل بشأنها. بالتأكيد يعني دينا، أنا شاركت في إحدى هذه المسيرات والمظاهرات هنا في مدينة مارسيليا، وكاميرا إكسترا نون رصدت هذه المسيرات في باريس وفي مارسيليا، وتعرفت من خلال يعني بعض اليافطات التي تم والنداءات التي تم القيام بها في عيد العمال، المطالبة بزيادة القوة الشرائية، وأيضا دعم الحكومة الفرنسية أو تغيير الحكومة الفرنسية للقانون الخاص بالبطالة والذي تنتوي أن تعرضه على أو مشروع القانون عفوا الذي تنتوي أن تعرضه على البرلمان الفرنسي في شهر يوليو القادم، وأيضا قانون المعاشات. معظم يعني المشاركين سواء حركة سترات صفراء أو حتى جمعيات اتحادات أو فيدرالية العمال هنا كانت تنادي وتطالب بتحسين الوضع الاقتصادي للفقراء في فرنسا، وبصفة خاصة أن في هذه المسيرات كانت هناك الكثير من الأحزاب اليسارية وحزب طبعا ميلانشون أقصى اليسار وفرنسا الأبية، وهذه المطالبات دفعت طبعا إلى بعض من الصدامات. حدثت الاعتداءات دينا في مدينة ليون على الشرطة الفرنسية، وأيضا اعتداء آخر كان من قبل جماعة البلاك بلوك إلى الفيدرالية، فيدرالية العمال وفيليب مارتينيز، وكان هذا في باريس. وطبعا هذه الأجواء تم الحديث هنا عنها عن أنها
ربيع اجتماعي، وهذا يؤكد طبعا وسائل الإعلام على أن فرنسا تنتظر خريفا قويا وخريفا ساخنا على حد قولهم هنا. طيب خالد، نحب أن نتحدث أخيرا عن المساعدات التي ستقدمها الحكومة الفرنسية لدعم التعافي الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وسيكون هذا من خلال منح بعض القروض. من هي القطاعات المستحقة أو المستحقة لهذه القروض، ويعني كيف سيتم منحها؟ ما هي المعايير للحصول عليها؟ دينا، يعني الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الاقتصاد والفرنسي برونو لومير عندهم مقولة دائما، وهي مقولة مهما كلفنا الأمر. الحكومة الفرنسية تخشى ليس فقط من الأزمة الصحية، ولكن تخشى من الأزمة الاقتصادية والأزمة النفسية والأزمة المجتمعية عام قبل الانتخابات الفرنسية. ولهذا برونو لومير رجل قوي في الحكومة الفرنسية أكد على منح الحكومة الفرنسية من خلال البنوك إلى قروض ميسرة على مدة 8 سنوات. دينا، 8 سنوات يتم تحصيل أو البدء في تحصيل هذه القروض بعد 4 سنوات. إذن يعني هذه القروض قروض مسهلة جدا، وتستفيد منها كل الشركات وبصفة خاصة الشركات الصغيرة، وهذا في محاولة يعني إيجاد حل دعم 11 مليار يورو لهذه القروض. وأما بالنسبة للمعايير فعن طريق بتحدد هذه القروض بنسبة 17% من قيمة الميزانية التي قدمتها الشركات هذه الشركات في السنوات الأخيرة، وهذا تفاديا لإغلاق هذه الشركات، وأيضا تفاديا لتسريح العمالة فيها. ولهذا يعني تعتبر هذه خطوة إيجابية تجاه تحسين أوضاع الشركات الفرنسية التي تعاني نتيجة هذه فيروس كورونا وهذه الفترة الطويلة من عمليات الإغلاق. دينا، شكرا جزيلا لوجودك معنا، الزميل خالد شقير مراسلنا في فرنسا. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل المخاوف بشأن تأثير الوباء، ومع ازدياد الوضع في الهند سوءا، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 16%، كما تراجعت عقود الخام الأمريكي نايمكس 17%. للمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف عاصم منصور المحلل الاقتصادي. مساء الخير عاصم، وبداية التراجعات التي نشهدها في أسعار النفط تأتي بضغط مما يحدث في الهند وانتشار الوباء بمعدلات غير مسبوقة، لنعرف منك ما هي الرؤية خاصة مع تراجع الطلب من أكبر المستوردين وهي الهند؟ مساء الخير عليك دينا. طبعا احنا في البداية عارفين ان أزمة كورونا كانت هي اللاعب الرئيسي في تحديد اتجاهات النفط، يعني لما نتكلم عن النفط فاحنا بنتكلم نربط تطورات فيروس كورونا بمستقبل الأسعار. في حتى لما وصلت الأسعار في الفترات اللي فاتت في مستويات إيجابية وابتدينا نشوف رؤية إيجابية هي أسعار النفط واستقرارها فوق مستوى 60 دولار البرميل، كانت سببها النظرة التفاؤلية لوتيرة اللقاحات وانحسار الأعداد الإصابات. ولكن في الهند وهي ثالث أكبر مستهلك وثاني أكبر مستهلك في آسيا بعد الصين، ابتدينا نشوف ارتفاع الإصابات لمستويات ال 400 ألف إصابة في اليوم ووفيات بحوالي 4000، وكان الوضع مأساوي جدا في الفترة دي، وتراجع الطلب من الهند في خلال شهر فبراير بحوالي 10%. وطبعا تراجع الطلب ده ناتج عن تراجع يعني الرحلات الجويه او السياحه او استهلاك حتى المواطنين للوقود. اعتقد ان احنا ممكن بسبب الازمه الحاليه ممكن نشوف تراجع يومي بمقدار يعني 500,000 برميل في اليوم، وممكن اعتقد ان احنا هنستقر معدل الطلب الهند اليومي اللي تحت المستوى 5,000,000 برميل. طبعا ده في وقت يجي اصلا ان في مشكله مع يعني مع بالنسبه للهند والنفط من خلال الفتره اللي فاتت لما اعلنت الهند ان هي
ستقلص معدل الطلب بحوالي الثلث من النفط السعودي، وده كان بعد قرار المملكة العربية السعودية بزيادة أسعار النفط لآسيا بمقدار 50 سنت للبرميل، وده كان بمحاولات طبعا اوبك ان هي ترفع الاسعار والحفاظ على استقرار فوق مستوى 60 دولار البرميل. ولكن من ناحيه ثانيه اسيا بتشوف ان رفع الاسعار او الحرب محاولات رفع الاسعار هيحد من النمو الاقتصادي. نعم. فبالنسبه للنمو الاقتصادي في اسيا مصاحب حاليا في ضغط من ارتفاع اسعار النفط، وطبعا هتقلل الطلب على النفط بشكل عام. اعتقد ان احنا هنشوف تراجع في معدل الطلب خلال الفتره اللي جايه في حال تدهور الوضع باكثر من كده. ومن ناحيه ثانيه ان ارتفاع اسعار النفط بيحد من النمو الاقتصادي. فعندنا حاليا النفط بيواجه يعني ازمات متمثله في تراجع الطلب المحتمل، ولكن برضو مش هتكون بنفس الازمه اللي احنا شاهدناها الفترات اللي فاتت، لان احنا عندنا حاليا في دول يعني بتشيد باللقاحات وفي تخفيف قيود. النهارده سمعنا اوروبا انها تخفف قيود الاغلاق على بعض المؤسسات اللي هي تلقت اللقاحات. في الولايات المتحده الامريكيه بنشوف في نظره ايجابيه للنمو الاقتصادي ونجاح اللقاحات، ولكن في اسيا من ناحيه ثانيه بنشوف في يعني ازمه. اعتقد ان احنا نشوف بعض نقاط الضعف في الدول الاسيويه مش هياثر بشكل عام على النظره الايجابيه للنفط. طيب. ولكن طبعا هيحد من المكاسب. عاصم، مع استمرار تردي الأوضاع في الهند بسبب فيروس كورونا، هل تعتقد أن أوباك يمكن أن تتدخل لضبط الأسعار عالميا؟ لا، أنا أعتقد أن دور الأوبك الأساسي في الوقت الحالي هو الحفاظ على استقرار الأسعار فوق مستوى 60 دولار برميل. وزي ما أنا ما قلت أنه بالرغم من أن أزمة كورونا لم تنتهي وفي لسه في عندنا يعني مخاوف من تدهور الوضع في الفترة اللي جاية بسبب الجين الجديد او التحور الفيروس، شفنا رفع لاوبك او المملكه العربيه السعوديه لسعر البرميل النفط الاسيا. فده دليل ان احنا حاليا ما اعتقد ان احنا ممكن نشوف تدخل الاوبك في حاله واحده بس، ان احنا عندنا الطلب العالمي عشان نقدر نقول ان فعلا النظره الايجابيه مستمره للنفط، ان احنا نعود لمستويات فوق ال 100 دولار للبرميل كطلب عالمي. نعم. حاليا بنستقر ما بين ال 90 مليون وال 100 مليون برميل في اليوم. اعتقد ان ممكن اوبك تتدخل في حال فقط تراجع الطلب العالمي تحت مستوى ال 90 دولار 90 مليون برميل في اليوم. طيب الاعين كلها تتجه هذه الايام الى الهند نظرا لسوء الاوضاع هناك وايضا تفشي وباء كورونا والحديث عن سلالات جديده وكل هذه الأمور. إذا حدث إغلاق كامل ما بين حركة التجارة في الهند والعالم الخارجي، ما المصادر البديلة برأيك في نهاية الأمر؟ الهند تعتبر من أكبر الاقتصادات في آسيا والعالم. أكيد طبعا، وإحنا شفنا إزاي يعني لما آسيا بتتأثر بأي مشكلة العالم كله بيتاثر، حتى سواء العالم الغربي او العالم العربي. ولكن زي ما انا ما قلت ان الوضع في الهند حاليا مقتصر على يعني ممكن نتجاوز الفتره دي، ما نقدرش ان احنا نقول الازمه دي هتستمر لكام شهر. احنا هل هنشوف في تدخل واضح من زي ما حصل في الصين لما تم احتواء الفيروس لفتره سريعه، وشفنا ان الصين ازاي عادت مره قويه جدا بشكل سريع جدا، ان هي بقت بتحقق نمو ايجابي في غضون حوالي. انا اتحدث عن مصادر الطاقه يا عاصم، البدائل المتاحه امام الهند كحكومه لاستمرار الحركه والنشاط الاقتصادي على القدر الممكن طبعا في ظل هذه الظروف الصعبه. اسيا بشكل عام والهند او الصين استغلوا انخفاض الاسعار خلال الفتره اللي فاتت وبنوا احتياطي استراتيجي قوي جدا، لان هم يعتقد ان هم يكفيهم يعني حوالي من 3 لـ4 شهور. وشفنا ارتفاع مستويات الاحتياطي الاستراتيجي في اسيا لاعلى 100 مليار برميل، وده اعتقد كافي للحفاظ على يعني مصادر الطاقه لـ3 أو 4 شهور اضافيه. فدي نقطه مهمه جدا، هل سيتم احتواء الوضع الفيروس كورونا في خلال الفتره دي؟ اعتقد ان ده يكون شيء ايجابي في غضون الـ3 أو 4 شهور. في حال عدم احتواء الازمه في خلال الـ4 شهور اللي جايه، اعتقد ان احنا ممكن نشوف في
يعني مفاوضات وحديث للحصول على مصادر الطاقة بأسعار منخفضة، ده نوع من أنواع التعاون وليس من نوع استغلال الأزمة. أعتقد إن الدول أعتقد هتمد يد العون للهند فيما يتعلق بمصادر الطاقة بغض النظر عن الصراع في يعني اكتساب أرباح من الأزمة الحالية. شكرا جزيلا وجودك معنا عاصم منصور المحلل الاقتصادي. هذا وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بسبب تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأيضا المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بأربعة أعشار بالمئة، وصعد الذهب أيضا في المعاملات الفورية ليسجل 1773 دولارا و90 سنتا للأونصة. مشاهدينا نتوقف مع فصل آخر في مال وأعمال، أستضيف بعده الأستاذ محمد البهي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات، والحديث سيكون عن الصناعة بكل تأكيد. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يسهم القطاع الصناعي بنسبة تتخطى 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ولأهمية هذا القطاع وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد البهي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات. أهلا وسهلا بحضرتك، و بداية ومع توجيه الرئيس للحكومة بوضع خطة للنهوض بالقطاع الصناعي، كيف تختلف هذه الخطة عن المبادرات السابقة؟ أولا كل عام وحضرتك بخير والسادة المشاهدين جميعا. شكرا لحضرتك. الحقيقة الاختلاف بيجي طبقا للظرف وطبقا للمتغير اللي بيحصل كل يوم، وتعلمي ان احنا في وضع شديد الحساسية الآن، مش مصر بس، العالم كله بيعاني الآن من طبعا آثار الجائحة اللي ألمت بالعالم. عشان كده لابد يحصل تحديث دائما للمبادرات تتفق أو تتناسب مع الظرف أو الوضع الحالي. وأعتقد أن الرئيس دائما بيقدم مبادرات بتتفق دائما مع الوضع القائم ومع طبعا تصوره لوضع حلول، أعتقد أن هي بتكون ناجزة، وطبعا ده واضح جدا في الفترات السابقة وفيما قدمه من مقترحات وتوجيهات للحكومة. يعني ما الملامح التي يمكن أن تتبناها الحكومة في هذه الخطة من وجهة نظرك؟ الحقيقة الحكومة يعني بدأت يعني زي ما قلت لحضرتك من وقت سابق وبتوجيهات رئاسية أيضا، أعتقد أن حضرتك أكيد تابعنا معا أولا السياسات النقدية عموما كانت محفزة للقطاع الصناعي، سواء بخفض الفائدة أو بمحاصرة طبعا مشاكل التعثر اللي كانت قائمة وما كانتش بتجد حل لعقود طويلة. السياسات المالية وأيضا التحويل اللي حصل في مصر، وأيضا بتوجيه من القيادة السياسية بالميكنة أو تحويل مصر مع التحول الرقمي الموجود في العالم كله، أعتقد إن ده نوع من الإنجاز اللي بيختصر الوقت وبيصب في مصلحة مش الصناعة بس، الصناعة وجميع القطاعات. واعتقد ان ده شيء جاذب اولا للتوسع الراسي في المشروعات القائمه، وايضا التوسع الافقي في دعوه مزيد من الاستثمارات في الصناعه، لان روح الصناعه النهارده هو التعامل بادوات العصر. لابد ان ناخذ بالادوات الموجوده في العالم كله عشان نقدر نواكب او ننافس حتى خارجيا وداخليا في المستوى المطلوب لجوده الصناعه. نسمع الآن أيضا يعني تصريحات كثيرة من قبل المسؤولين على اختلاف درجاتهم بمسألة تعميق الصناعة، وهذا يدخل في كل الحوارات تقريبا وكل التوجيهات المتعلقة بأي شيء يتعلق بالصناعة. لنتحدث عن الخطوات الملموسة على الأرض التي يعني ترسخ لهذا الهدف. الحقيقه وده ايضا يعني في المره الاولى وفي يعني فتره الانتخابات الرئاسيه الاولى كان حلم الرئيس بيتمثل في التوسع في الصناعات الصغيره
وهو هنا كان بيهدف او بيعني للصناعات المغذيه. الصناعات المغذيه هي اللي بتزيد الادد فاليو او القيمه المضافه في الصناعه، وهو ده الهدف اللي بيسعى له اي بلد في الدنيا عشان اولا يقدر ان هو ينافس في الكحكه العالميه للصادرات. اولا المفروض ان هو بيخفض تكلفته من خلال توسيع رقعه الصناعه من خلال الصناعات المغذيه او سلاسل القيمه. اعتقد ان النهارده حتى اتحاد الصناعات وغرفه الهندسيه تقريبا، وده قطاع مهم جدا وبيشمل العديد من القطاعات، بداوا يشتغلوا النهارده على التشبيك القوه بين المصانع الصغيره والورش حتى القائمه البسيطه في اطراف الدوله اللي ممكن جدا تمد الصناعات الكبيره بما تحتاجه من مدخلات انتاج. واعتقد ان ده في الفترة الأخيرة حتى زي ما يعني أشرت لحضرتك إن الجائحة اللي حصلت دي، إحنا تقريبا حولنا الجائحة لفكرة أخرى اللي هي أن تكون هناك يعني ميزة من هذه الجائحة، إن إحنا لما بدأ سلاسل الإمداد من الخارج تقل والشحن من الخارج يتوقف نتيجة الظروف الحالية، بدأنا نعتمد على كثير جدا من المدخلات الوطنية أو المحلية، وأعتقد إن ده زاد طبعا من تعميق الصناعة في الفترة الحالية. نعم، ودائما نقول رب ضارة نافعة. هل القطاع الصناعي في ظل الآثار السلبية لجائحة كورونا مرشح بقوة ربما لتعويض هذه الآثار من خلال سرعة التعافي وأيضا زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات؟ الحقيقة القطاع الصناعي، وحضرتك تعلمي أن تقدم الدول بيقاس تقدمها الصناعي، وإحنا المفروض القطاع الصناعي عندنا الحمد لله، ويمكن ده حتى شاهد على كلامي ان هو التوسع اللي حصل والصناعات اللي اقيمت في الفتره الماضيه وصناعات حتى كثيفه استخدام العماله اللي نشات في الفتره اللي طبعا اللي تالت اللي ما قامت به طبعا القياده السياسيه بتوفير الطاقه الكهربائيه اللي كان فيها مشكله او الطاقه بشكل عام واكتشافات الغاز. نعم، اعتقد ان احنا مرشحين بقوه، وزي ما حضرتك عارفه ان الفتره الماضيه ونتيجه طبعا حتى الاحتدام اللي حصل حتى بين قوى كبرى في الخارج اصبح هناك صناعات مهاجره، ومصر النهارده بما قدمت من بنيه تحتيه هي اصبحت مؤهله وجاذبه ان تصبح مصنع العالم الكبير في المنطقه. شكرا جزيلا لمشاركتك محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات. هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصرية بمناسبة احتفالات شم النسيم، وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم التي تؤكد نهج الشعب المصري في انتصاره للحياة مهما كانت التحديات، وإصراره على الانحياز لقيم الجمال التي يستمدها من تاريخه العريق وحضارته التي ألهمت الإنسانية بأكملها. وبهذه الكلمات الرقيقة ننهي لقاءنا اليوم في مال وأعمال. أشكركم جزيلا على المتابعة، ونراكم غدا على كل خير.